الأخ يسأل عن جمع الجمعة مع العصر. جماهير أهل العلم يمنعون الجمع بين الجمعة والعصر في الحضر والسفر، وذهب بعض الفقهاء من الشافعية إلى تجويز الجمع بين الجمعة والعصر. يمكن في ذلك التفصيل والتقعيد ومناقشة في ذلك. المسألة لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، ولم يرد في ذلك حكم عن أئمة التابعين، حتى على الأئمة المتبعين لم يرد في ذلك قول، وإنما اجتهاد أصحابهم وأتباعهم. قالوا عن الجمعة بأنها كالعصر، قالوا عن الجمعة بأنها كالفجر، لا يجمع معها غيرها، وهي صلاة مستقلة، وهي صلاة مستقلة، ولهذا يصلى مع الإمام يصليها ركعتين، يصليها منفردا يصليها أربعا ما لم يكن مسافرا، فإنه يقصر يصلي الظهر ثم يقصر الظهر إلى ركعتين. قالوا أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع الجمعة مع العصر، وتركه سنة، ولسينه حين انعقد السبب كما في آلة الصحيحين حين نزلت الأمطار الكثيرة العظيمة، فلم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الجمعة والعصر حتى دامت الأمطار أسبوعا كاملة، وجاء الرجل يطلب الاستصحاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ترك النبي صلى الله عليه وسلم، إن ترك النبي صلى الله عليه وسلم دليل على منع الجمع. يمكن أن يجاب عن هذا فيقال: أما حديث أنس فهذا في الحضر، وهو دليل قوي على منع الجمع بين الصلاتين في الحضر، لكي يبقى الحكم في السفر، لكي أنه بإرادته أن يسير في طريقه ويصلي الجمعة الظهر، ويسير أنه إذا فاتت الصلاة صلاها ظهرا، والقول بأنها كالفجر في نظر، لو كانت كالفجر لصليت حين تتفوت ركعتين ما تصلى أربعا، فعلم أن مقصورة من الظهر، ترجع إلى أصلها، ترجع إلى أصلها. لكن يمكن يجاب عن هذا فيقال: يختلف الحكم بينما إذا صلى مع الإمام بين إذا صلى وحده كالمسافر، إذا صلى خلف المقيم صلى بصلاة المقيم، وإذا صلى وحده صلى صلاة مسافر، يوجد حينئذ فرق دقيق في ذلك. قلت بالنسبة للحضر الأولى ترك ذلك، فلا يجمع بين الجمعة والعصر، نقول أنا صلى في الرحالة وإذا وجد العذر كما فعل ابن عباس، ما جمع بين الجمعة والعصر، إنما قال: أنا صلوا في الرحال، والحديث الصحيحين. وبالنسبة للسفر فالأمر أخف من هذا، فإن جمع فهو قول طائفة من أهل العلم، وإن لم يجمع ترك ذلك تورعا أو خروجا من خلاف العلماء فهذا جيد، وإن لو رأى الذي يخرج من خلاف ولو ضعيفا فاستبري. الله أعلم. نعم. الله